من الحوادث المأساوية التي وقعت على حجاج بيت الله الحرام ما وقع سنة 317 للهجرة من اقتحام أبو طاهر الجنابي القرمطي الباطني لبيت الله الحرام في الحج وقتل الحجاج. فقد أقبل القرمطي أبو طاهر الجنابي إلى بيت الله الحرام واقتحمه على الحجاج وقتل كثيرا من الحجاج واقتلع معه الحجر الأسود ونقله معه إلى بلاد البحرين شرق الجزيرة العربية اليوم، وظل الحجر الأسود بحوزة القرامطة في البحرين لأكثر من 20 سنة حتى أعيد بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. ويعتبر هجوم أبو طاهر الجنابي على حجاج بيت الله الحرام في تلك السنة سنة 317 للهجرة من أسوأ ما تعرض له الحجاج ومن أسوأ ما تعرض له بيت الله الحرام عبر التاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيت الله الحرام وأن يحفظ الحجاج في كل زمان. لبيك يا